هذا وقتل 3 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مسلحة مع الأهالي المناوئين لها في منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شمال مدينة تعز. وقال مصدر محلي أن مواجهات عنيفة تجددت بين الجانبين في قرى المدهون وشقب بالمنطقة في وقت تقوم فيه الميليشيا بزرع الألغام في قرية الحصن بالتزامن مع قصف عنيف على منازل الأهالي، وذلك بعد سيطرتها على جبل العقد الاستراتيجي. وشهدت قرى منطقة الحيمة العليا خلال الساعات الماضية موجة نزوح جماعي هروبا من قصف الميليشيا والتي تحاصر المنطقة لليوم السادس على التوالي. وينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الحقوقي في تعز سيد أحمد هزاع. يعني في البداية سيد أحمد، ما الذي يجري في مديرية التعزية شرق مدينة تعز، وما هي طبيعة عدوان الميليشيا على الأهالي والمواطنين في هذه المنطقة؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهديكم. أهلا وسهلا. طبعا للأسبوع الثاني على التوالي ميليشيا الحوثي تحاصر منطقة الحيمة شرق تعز وتشن قصف عنيف جدا بعد أن دفعت بتعزيز مكونة من دبابتين ومدافع ومضاد طيران وتقصف المنطقة منطقة الحيمة. نعم. أطقم عسكرية والهاون جميع الأسلحة يتم قصف منطقة الحيمة من قبل الميليشيات. حتى الآن تم اقتحام أكثر من 50 منزل وفجرت حتى الآن ما يقارب من 5 منازل. نعم. وقتلت ما يقارب من 9 أشخاص ونهبت أكثر من 50 سيارة ومواشي وأبقار وثبت مزارع، غير الاعتقالات المستمرة، الملاحقات في مدينة القاعدة في منطقة الحوضان. نعم، يعني ما هي القرى التي تتعرض للقصف من قبل الميليشيات الحوثية سيد أحمد؟ وأيضا بالنسبة لنزوح بعض الأهالي، من أي المناطق جرى النزوح وما هي أسبابه بشكل عام؟ طبعا المنطقه الحيمة هي قريه وقريتين لا اذكر اسمها بالتحديد، ولكن يتم النزوح بسبب القصف الدبابات على المنازل على المواطنين، القصف العشوائي يسبب النزوح، لا يوجد هناك حرب او حرب جيش وطني والميليشيات، هناك قصف على مواطنين ابرياء يحاولون الدفاع على انفسهم بسبب محاولات اقتحام منازلهم. الضرب مستمر منذ 6 أيام والضرب مستمر، لا نجد من ينادي بحقوق هذه المنطقة التي لا تجد من يعينها. فعلى الجميع أن يلتفت لهذه المنطقة المنكوبة التي ستسبب بسبب الضرب العشوائي من الميليشيات ستسبب عاهات مستديمة داخل المنطقة هذه. نعم، يعني سيد أحمد أنت كناشط حقوقي، من خلال الاطلاع على العديد من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المعتدية في التعزية، ما هي الصور الأخرى لهذه الانتهاكات التي تمارس؟ هناك عدة انتهاكات تمارس في الحيمة وغير الحيمة، هناك التصفية الجسدية داخل السجون، هناك القتل المتعمد، هناك حصار الناس مع عدم إمدادهم بالمواد الغذائية، هناك تفجير المنازل، حرمان أهالي المنطقة من جميع حقوقهم الغذائية أو إيصال أصواتهم. لا نستطيع إلا بصعوبة أن نصل إلى معاناتهم وعدد المنازل التي يتم تفجيرها، لا نستطيع أن نحصل يوميا على تقارير التقارير من هذا المنطقة. نعم، القبضة الأمنية الموجودة. نعم، يعني قبل أن أختم ومن خلال اطلاعك كونك كناشط حقوقي في تعز، هل تشكل هذه المواجهات في مديرية التعزية دافعا إضافيا يستدعي سرعة استكمال تحرير مدينة تعز بالكامل؟ أكيد ليس تعز فقط، فهذه ما تقوم به الميليشيات في جميع المناطق المحتلة. نعم. لابد على الشرعية أن تسارع وتسرع في تحرير المناطق المحتلة. الحين ما هي لجزء لا يتجزأ من مناطق محتلة عديدة، يتم قمع الناس وقتلهم وحصارهم والدخول إلى منازلهم ونهبهم باسم بأشياء وهمية لا تجد اسمها، البحث عن أسلحة يتم نهب المنازل، السيارات يتم تحميلها عفش المنازل، المدارس، المقر الحكومية يتم نهبها باسم البحث عن مسلحين. نعم بالتأكيد. تقصف قصف عنيف جدا على المنطقة، نرجو أن يلتفت الناس لهذه المنطقة المنكوبة. نعم، الناشط الحقوقي في تعز السيد أحمد هزاع، شكرا لتواجدك معنا.